الجوزاء مع مولودة برج الجوزاء، طبعا هذه العلاقة أقدر أسميها ناجحة بشكل كبير. كلاهما متطلع، كلاهما يتأثر بالحداثة، كلاهما كريم أيضا، فبالتالي هذه علاقة جيدة، لكن كلاهما أيضا مزاجي بشكل أو بالآخر. إذا كل شخص أو كل واحد منهم فهم الآخر وكيف يفكر، فهذه العلاقة راح تكون علاقة ناجحة وقابلة للاستمرارية. المولود برج كرجل الجوزاء مع الامرأة السرطانة، هذه العلاقة فيها نوع من المتاعب بالنسبة لمولود الجوزاء، وحتى السرطانة أيضا متاعب. الجوزاء إنسان كريم، إنسان يعني متفتح وعنده طموح وتفاؤل أيضا. المرأة السرطانة تنتابها بين فترة وأخرى حالات من اليأس والإحباط، إضافة إلى هذا تكون اقتصادية وتفكر بالأمور المادية والأمور يعني هذه العلاقة راح تواجه نوع من الصدمات، لكن بإمكان التواصل أيضا. الجوزاء مع مولودة برج الأسد أقدر أسميها علاقة جيدة، بالأخص في مجالات الصداقة، في مجالات الرفقة، هي علاقة ناجحة. الأسد مولود برج الأسد تنسجم، أو بمعنى أصح مولود برج الجوزاء يتفاعل مع هذه الامرأة الطموحة الأسد، ويتفاعل مع كرمها، مع يعني تفاؤلها، فبالتالي هي علاقة جيدة على مستوى الصداقة. على مستوى الزواج والفراش أيضا جيدة، لكن لو كانت العكس كانت أفضل، يعني لو يكون الرجل هو الأسد والامرأة هي الجوزاء تكون العلاقة أفضل من هذا الجانب، لكن أيضا هي علاقة جيدة. علاقة الجوزاء مع مولودة برج العذراء هنا صعبة، لأن العذراء شوي مدققة. بالمناسبة الجوزاء ما يحب الأمور النظامية، يعني هو يعشق الحرية ويعشق أن يكون حر التصرف، حر الحركة، حر بأمور كثيرة، حتى على القوانين. تشوف الجوزاء ما يهتم أو يتذمر من الأمور اللي تتدخل بها القوانين وتتدخل بها الحسابات وما إلى ذلك. الامرأة العقرب، عفوا، الامرأة العذراء هي امرأة مدققة بالأمور وامرأة نظامية أكثر من اللازم، فهنا راح يصطدم الجوزاء بها. الجوزاء مع مولودة برج الميزان أقدر أسميه علاقة حلوة ولطيفة، كلاهما برجين هوائيين، كلاهما أيضا الجوزاء يحتاج إلى إنسانة بيتوتية ومتفائلة وإنسانة معطاءة، فبالتالي مولودة برج الميزان تمتلك هذه المواصفات، وتمتلك أقدر أسميها العدالة بين قوسين. يعني مولودة برج الميزان هي إنسانة دائما تحب، أو دائما موجود في شخصيتها الأمور اللي لها علاقة بالعدالة، بالإخلاص، بمساعدة الآخرين، بأمور كثيرة أمور إيجابية يرغب لها مولود برج الجوزاء. الجوزاء مع مولود برج العقرب صعبة، هذه العلاقة صعبة، وهذه العلاقة الحقيقة صعبة إلى مولود برج العقرب، لأنه الجوزاء كبرج هوائي ما راح يغطي احتياجات أو إشباع مولود برج العقرب، بالأخص بالزواج. فبالتالي أنا يعني أما كعلاقة صداقة أيضا هي قد تشوف بعض الإشكاليات. العقرب إنسان غامضة وإنسان منتظم، وبرج الجوزاء شخص ازدواجي ومزاجي، وبالتالي راح تصير أخطاء كثيرة في الحياة. ما أعتقد أن برج العقرب راح تسامح هذا المولود على أخطائه، أو عفوا هذا الرجل. فبالتالي هذه العلاقة بها يشوفها نوع من التوترات، هذه العلاقة صعبة يعني. مولود برج الجوزاء إذا ناخذه مع مولود برج القوس، أقدر أسميها علاقة إلى حد ما جيدة، سواء كان بالصداقة أو حتى على مستوى الزواجات، بالأخص بالمستقبل. يعني هم يشتركون بخط ثابت للطموح بالمستقبل، وكلاهما ممكن أن يتفهم الآخر بشكل جيد. الجوزاء مع مولودة برج الجدي صعبة. مولود برج الجوزاء يعني أقدر أضيف نقطة أخرى، هو من النوع اللي ما يحب المسؤولية، ما يحب أن يكون يعني مسؤول عن شيء معين، حر نفسه بين قوسين. مولودة برج الجدي هي إنسانة تحتاج إلى شخص يرعاها، أو شخص يمدها بالحنان والعاطفة، لأن هي عندها كبت وعندها
أقدر أسميها فجوات عاطفية كثيرة. الجوزاء ما راح يصير هذه الفراغات الموجودة عندها أو هذه الفجوات، فبالتالي هذه العلاقة ليست علاقة ناجحة يعني. لكن طبعا بظروف أو بأسباب معينة ممكن احنا ننجح هذه العلاقة، لكن بشكل عام هي علاقة بها توترات وبها مصاعب. مولود برج الجوزاء مع مولودة برج الدلو، هذه حلوة، هذه علاقة نقدر نسميها من علاقة يعني من إلى حد كبير جيدة، لأنه الإمرأة الدلو إنسان مبتكر، والمولود برج الجوزاء يحب الأمور الجديدة والابتكارات. الإمرأة الدلو الجوزاء فضولي، والإمرأة الدلو أيضا اجتماعية ولها أيضا فيها نوع من الفضول، أتى نوع من الفضول ونوع من التواصل الاجتماعي، كلاهما مثقف، كلاهما إلى نظرة تفاعلية للحياة، كلاهما ينجح في مجال البيت ومجال العمل، فالعلاقة جيدة. الجوزاء مع مولودة برج الحوت ممكن تستمر هذه العلاقة فيما لو الجوزاء استوعب مزاجية الحوت وترددها ومثاليتها العالية. طبعا الجوزاء أيضا مزاجي، لكن هنا أكو فرق ما بين يعني ما بين شخصية مزاجية و يعني يعتقد بأن هذه الشخصية ممكن تكون لها خطوات معينة تختلف عن مزاجية الحوت. مزاجية الحوت بها نوع من أسميها الغموض والمثالية، فهنا ما أعتقد أن مولود برج الجوزاء راح يقدر يتفاعل مع مزاجية الحوت وتشاؤمها أيضا. الحوت أيضا متشائم بين الحين والآخر، إضافة إلى هذا مثالية أكثر من اللزوم. هذه العلاقة هي توترات يعني بها صعوبة نوعا. مولود برج الجوزاء مع مولودة برج الحمل علاقة جيدة، لكن طبعا إذا كان العكس يعني كان الحمل هو الرجل والمرأة هي الجوزاء طبعا راح تكون العلاقة أكثر نجاحا. ممكن رب سائل يسأل يعني ليش العلاقة إذا عكسية تكون أفضل؟ على مستوى الزواج عندما الحمل يعني الرجل الحمل طبعا رجل يمتلك طاقات كثيرة بهذا الجانب. الرجل الجوزاء رجل عنده نوع من البرود، والامرأة الحامل تحتاج إلى رجل عنده نوع من الحرارة أكثر يعني، فبالتالي الانسجام هنا راح يكون على مستوى الصداقة طبعا جميل ورائع جدا، لكن على مستوى الفراش والزوجية ما يلبي متطلبات الحمل الامرأة الحامل بشكل كامل. لكن مع ذلك هي أيضا أقدر أقول التوافق أيضا جيد يعني ما في تصادمات معينة إلا بهذا الجانب، جانب الفراش ما يلبي الطلبات يعني ما يكون نشاط بقدر نشاط امرأة الحامل. الرجل الجوزاء مع الامرأة الثور صعب، أيضا امرأة الثور امرأة تمتلك طاقات يعني طاقات أسميها عاطفية كبيرة جدا، الرجل الجوزاء ما يقدر يعني يلبي هذا الشيء كله بالنسبة لها طبعا، وحتى على مستوى الصداقة صعب، هذه راح تتعب مولود الثور وتتعب أيضا مولود الجوزاء يعني في تصادمات كثيرة بهذا الجانب.